إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جماعه بكل خير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم طريقه حلوه جدا جدا للاوراك، سهله وخفيفه، وكمان طريقتها سلسه وسهله جدا. معايا هنا ثلاث اوراك، غسلهم ومنضفاهم وخليهم حمام كذاب زي ما انتم شايفين كده. طريقه سهله جدا وبسيطه ان شاء الله. هوريكم ان شاء الله الطريقه. معايا هنا معلقه سكر، معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، معلقه ورق لورا، معلقه كركم، معلقه بهارات فراخ، معلقه كزبره ناشفه، كمان معلقه سبع بهارات. معايا هنا حبايبي فلفلايه رون وطماطم وفلفل كوبي، ومعايا كمان صويا صوص ومستردة او خردل، ومعايا كاتشب وصلصه، ومعايا بصلايه زي ما انتم شايفين كده حبايبي. بقطع البصل عليه الفلفل الاخضر اللي هو القرون، وهقطع عليه كمان فلفل الوان، معايا فلفل اسمر، فلفل اصفر عفوا، ومعايا فلفل اخضر، ومعايا طماطميه. هقطع الخضار على قد ما اقدر كده، يعني هعمل تتبيله كويسه، كميه كده معقوله، وهضربها في الكبه زي ما انتم شايفين كده حبايبي، وهحطها في البوله زي ما انتم شايفين كده. معايا هنا حبايبي ليمونه، عصره ليمونه كامله، وبحط بقى من كل الصوصات اللي انا اللي معايا معلقه، دي معلقه صويا صوص، وكمان هحط معلقه مستردة او معلقه خردل اللي موجود ومتوفر عندك، يمشي في الخلطه. معايا هنا معلقه كاتشب ومعلقه صلصه طماطم، وبقلب المكونات كلها مع بعضيها، بخلطها كويس جدا 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 مع بعضيها بالشكل ده عشان ادمج الصوصات مع الخضار زي ما انتم شايفين كده حبايبي. الطريقه دي التتبيله دي سهله جدا. ومعلقه معايا ده ملح مبهر. الطريقه دي حلوه جدا جدا لاصحاب الدايت، وكمان للناس اللي هي بتعمل نظام غذائي. هحط هنا حبايبي بقى التوابل كلها بتاعتي، ان شاء الله هكتب لكم الطريقه المقادير كلها في صندوق الوصف. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، قلبت بقى الخليط كله مع بعضيه، وهجيب بقى الاوراق بتاعتي، هتبلها كلها بملح وفلفل، وهحط بقى هحشي الاوراق من جوه بالطريقه دي بالخلطه بتاعتي. وزي ما انتم شايفين كده لفتها زي الحمام الكذاب بالظبط، وحطيت عملتها بالخلة زي ما انتم شايفين كده. طبعا يعني انا عملت الطريقة دي للولاد عشان هما ما بيحبوش الاوراق، فقلت ابتكر في الطريقة عشان يحبوها. معايا هنا حبايبي طاسة على النار سخنة طبعا، وعليها معلقة زبدة زي ما انتم شايفين كده. طبعا الناس اللي بتعمل دايت تقدر تستغنى عن معلقة الزبدة، هتعمل نفس الخطوات بالظبط بس مش هتحط الزبدة، بما ان انا عاملاها للولاد، وطبعا هم يعني الولاد الشباب والاطفال وكده ياكلوا بالزبدة عادي مفيش مشكلة، لكن الناس بقى اللي هم الناس الكبار والناس اللي بيعملوا دايت والناس اللي ماشيين على نظام غذائي يستغنوا عن معلقة الزبدة. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، هديها تشويحة كده في معلقة الزبدة، هديها صدمة يعني، وبعد كده هنزل عليها ببقية التوابل، عفوا بقية التتبيلة. ما شاء الله، عايزة اقول لكم ريحتها روعة بجد بجد، بالطريقة دي ريحتها جميلة جدا جدا. طبعا البنات اللي متابعيني من زمان عارفين ان انا كل مرة في الفراخ بعملها بطريقة مختلفة، وهما البنات اللي بيتابعوني بيبقوا حابين دوت، وبيبقوا يعني بيقول احنا بنحب طريقتك في تشكيلة الفراخ والطرق المتنوعة اللي بتعمليها في الفراخ، فبنستفاد كتير من الطرق اللي بتنزليها، فاحنا عايزين مزيد من الوصفات ديت. يعني زي ما انتم شايفين كده حبايبي، انا شوحتها واديتها لون زي ما انتم شايفين كده.
وبعد كده هنزل بقى كام معلقة كده من الصوص على كل قطعة. عايزة اقول لكم الطريقة دي بجد جميلة قوي قوي قوي، وهتعجبكم قوي وطعمها لذيذ بشكل رهيب يعني. وكمان طريقة جديدة وخفيفة يعني، زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. هقلب بقى التتبيلة مع الصوص اللي في الطاسة زي ما انتوا شايفين كده، وهغطي عليها وهسيبها بقى كده لحد ما تتشرب من بعضيها، وهوريكم شكلها دلوقتي. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله نزلت من الصوص ما شاء الله، اخدوا من بعضيهم كده. هقلب بقى كده كل المكونات مع بعضيها. الطريقة دي بجد جميلة جدا يا حبايبي، جربوها. ولو وصلتوا معايا في الفيديو للخطوة دي يا ريت تفتكروا، ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم، عشان ان شاء الله تشجعوني وانزل لكم كل وصفات جديدة تنفعكم وتنال رضاكم. زي ما انتم شايفين كده حبايبي ما شاء الله الفراخ بتاعتي استوت. احنا كلنا عارفين الاوراق ما بتاخدش وقت في التسوية، وهنزل بقى بمقدار من الصوص عليها كده بالشكل ده ان شاء الله. عايزه اقول لكم الريحة روعة بجد بجد تحفة. هفكركم تاني يا حبايبي، يا ريت ما تنسونيش من اللايك يا حبايبي للفيديو، وشير للفيديو، وسبسكرايب للقناة. ان شاء الله مزيد من الوصفات. بحبكم جدا جدا في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.